تمارس العمل ديالي الطبيعي مع 9 قسمين بالضبط. كنت حاملة معايا كليان السيد ومراته متجه بهم نحو زواغا. قبل منها انا في داك السمطات تعرف 9 الليل دابا مع حي شعبي راه تيكون مازال مكتظب بالساكنه غادي بسرعه منخفضه تقريبا دوزيام غادي باش غادي دوزيام ما يمكنلكش تسرع في داك المنطقه بالضبط. اذا به تنتفاجئوا ثلاثه ديال الاخوان مقولش اخوان ولكن سمحهم الله شباب طائش خرجوا حاملين السيوف وفي الدوم قراعي ديال الشراب خرجوا لي فوجهي فجاه وجاو مباشره للطوموبيل وبدات يضربوها واحد يضربها بالسيف من القدام واحد جا على اليمين واحد جا على الشمال. انا ما بدي الا خصني نفلت منهم لانه معي الكليان معي مراه ومعي راجلها والظرف ما تسمحليش انا نوقف لهم لانه غادي يمكن يكبر شي. فاذا الاخر فاش بغيت نهرب وركت على الكسيراتور هذاك اللي الجانب ديالي بقات قرعه ديال الويسكي النمره ديالها 7317 وبقات عندي الشظايا ديالها لداخل باش قابطها باش ضربني انايا. لحسن الحظ رضا الله الوالدين ان الزجاجه كانت طالعه مع البرد ضربت فيها تهرست هي والزجاجه وتلاو التلاشي ديال الزاج تخلي انايا في قلب حوايجي وداك القرعه دخلت تهرست دخلت عندي كسيريت هربت واحد 50 متر وقفت وجمعوا لي الناس تما شافوا الحادث وانا في واحد الحاله تعرف ديال ارتباك وديال الخوف بطبيعه الحال. شفنا الناس هبطوا في حالتهم المراه والراجل مشاو في حالتهم تا هما مفزوعين تما اتصلت وخفت داروا بيا الاخوان ديال الساكنه تمايا جزاهم الله بخير لانه كاين واحد النوع من التعاطف قالوا لي ما تخافش هذوك معروفين الاخرين اللي عطوا الاسامي ديالهم هما الناس الحي. انا هزيت الهاتف واتصلت بالشرطه. بهذه المناسبه كنقدموا التضامن ديالنا لكل السائق المهني ديالنا على عائلة السيد تازي على عائلة الاعتداء اللي وقع له البارح. وفي الواقع حنا كنأكدوا مجددا التضامن ديالنا مع هذا الاخ وفعلا رجعنا لواحد المجموعه ديال النقاط اللي خصنا نراجعوا نفسنا فيها وهي الاكراهات اللي كيعيشها السائق المهني خصوصا هنا لان حنا مدينه فاس كنتهلوا لان اكراهات كثيره واعتداءات كثيره من سب وشتم وضرب لان كنلاحظوا ان مجموعه ديال القطاعات عندها واحد الحمايه قانونيه اللي كتحمى على اهانه موظف او اهانه كذا. بالنسبه للسائق انا كنشوفوا الظروف ديالو اللي كيشتغل فيها ما عنده حتى شي حمايه وهذا في الواقع اللي خصنا نراجعوا نفسنا عليه ونوقفوا على واحد المحطه النضاليه اللي خصنا نناضلوا عليها ونشوفوا هذا الجانب الكرامه ديال السائق. الصراحه الله البارح تلقينا خبر فاجئ مع ديك الساعه 10 ليلا بان الاخ ديالنا عبد القادر التازي رئيس جمعيه ملاكي سياره الاجره الصغيره تعرض لواحد الهجوم من طرف واحد العصابه كتكون من 3 ديال الشباب اللي اعترضوا طريق السبيل ديالو بالسيوف وبالقراعي ديال الخمر فارئ ملؤه وضربوه وتكرفسوا عليه وضربوا له الكابو ديالو ديال الطاكسي وضربوا له ورسوا له الشرجم ديالو وجينا حنا ساندناه تضامنا كنساندوه بجميع قوانا المعنويه والماديه باش نوقفوا مع هذا السائق المهني. يمكن هذا المشكل كنعيش كيعيشها اي سائق مهني في المغرب كامل وبفاس خاصه وكنشكروا بزاف يعني الامن ديال المنطقه الرابعه اللي على راسهم رئيس المنطقه ورئيس الهيئه ديال المنطقه الرابعه السي محمد المساوي واخا ما خصنيش نذكر الاسم ديالو اللي الصراحه الله تجاوب معنا وتواصل معنا وكان بيناتنا واحد التواصل دائم باش قبطوا واحد بعدا منهم من العصابه اللي برد لنا شي شويه داك الهيجان ديالنا ديال السائقين المهنيين. وهادو اكراهات كنتعرضوا لهم بزاف في
في الزنقه. ناهيك عن الاكراهات الاخرين ديال 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 القرار العاملي اللي ما خصناش نربطوا به. هذه رساله كنوجهها للجهات المعنيه باش يعرفوا بان السائق المهني راه كيتعرض لبزاف ديال التعسفات.